مشاهدينا الكرام، لتسليط الضوء أكثر على ملف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي الفلسطيني أو لفلسطيني الخارج الأستاذ معتز المسلوخي، وكذلك معنا من الدوحة أيضا عبر سكايب الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ أديب زيادة. تحية لضيفي الكريمين. أبدأ مع الأستاذ أديب، يعني المصادر الرسمية الصحية في قطاع غزة أكدت ارتكاب الاحتلال 6 مجازر في آخر 24 ساعة، ما دلالات هذا العدد الكبير من المجازر التي ارتكبها الاحتلال؟ طبعا أخي العزيز، مسألة المجازر الصهيونية لم تتوقف يوما، يعني خلال الفترة السابقة منذ 7 من أكتوبر وحتى هذه اللحظة كل يوم بمعدل يعني كان 100 و150 و200 واحيانا 400 واحيانا ينزل حتى 60 و70 الرقم، لكن مسألة المجازر لم تتوقف. هو هذا ديدن الاحتلال، هذه حرب الإبادة التي يسوقها الاحتلال في ضد الشعب الفلسطيني. الصهاينة في مرتآهم أنهم يريدون في الخلاصة أن يجعلوا من غزة منطقة يعني غير قابلة للسكنة، منطقة غير قابلة للحياة، ويدفعون الناس لليأس، يعني القتل والدم والمزيد من الدماء والمزيد من الأشلاء. هي ربما يفكرون بأنها ستدفع الناس إلى الاستسلام واليأس والانتفاضة في وجه المقاومة والوقوف في وجهها، وربما يعني محاولة ثنيها عن المضي قدما، وربما الضغط عليها لتسليم ربما الأسرى هكذا. ونحن نعلم أن هذه الفترة فترة مفاوضات، كما علمنا أن الفترة السابقة كانت فترة نقاش عميق ما بين الوسطاء المصريين والقطريين والأمريكان وغيرهم، وطرفي الحرب الآن الفلسطينيين والصهاينة. ويريد الصهاينة طبعا بعد أن أبدت حماس موافقتها على الصفقة، يريدون أن يجبروا الحركة بمزيد من الضغط العسكري، سواء كان في رفح أو في شمال غزة أو حتى قبل لحظات كما بدأت الضرب في مخيم جباليا الآن، يريدون أن يضغطوا على الحركة ويضغطوا على المقاومة حتى تدفع ما لم تدفعه على طاولة المفاوضات، أن تدفعه في الميدان. وربما يريدون أن يجعل الميدان عامل ضغط على المقاومين حتى يعطوا على طاولة المفاوضات ما يأس الاحتلال يعني عن أخذه. أستاذ أديب، إذا كنا نتحدث عن الجزئية التي تفضلت بها وهي محاولة الاحتلال لاستمالة المجتمع الغزاوي في سبيل الضغط على المقاومة، هو ما يقوم به الآن هو يزيد الحقد والكره تجاه الاحتلال من قبل الغزاويين الفلسطينيين، وكذلك الخطوة التي اتخذتها حماس بقبولها مقترح وقف إطلاق النار أيضا أعطى جانبا إيجابيا قدمته المقاومة كورقة لتخفيف العباء على المجتمع الغزاوي. إذن الاحتلال يخسر هذه المحاولات التي يحاولها، وهي عملية إشعال الصراع الداخلي داخل غزة بين الناس وبين حماس. طيب الآن هذه المحاولات المستمرة بإراقة الدماء إلى أين يريد أن يصل بها؟ لن يستطيع أن يكسب القاعدة الشعبية. وكما تعلم أخي الكريم أن الاحتلال وضع أهداف محددة لهذه الحرب، لم يتمكن من تحقيق أي من تلك الأهداف، سواء كانت تتعلق بالقضاء على المقاومة أو استرداد الأسرى أو وقف يعني أو خلق أجسام داخل قطاع غزة تكون بديلة عن السلطة التي كانت حاكمة هناك، فشل في كل ذلك. ولذلك هو يحاول قدر الإمكان الآن يعني أن يضرب وثم يضرب ثم يضرب، فقط يعني إشباعا يعني بين قوسين شهوة الانتقام التي يعني تكرست وانغرست في نفوس هؤلاء القوم ما بعد 7 من أكتوبر. هم عندما خرجوا من 7 أكتوبر كما نعلم أنهم خرجوا غير متزنين، سواء كانت على صعيد قوة الردع التي كانت تعلم عن الجيش الإسرائيلي وعن إسرائيل، صورة الاحتلال التي كان يخيف بها العالم كله اهتزت في تلك اللحظة، ولذلك القتل ثم القتل ثم القتل، يريدون من خلال القتل أن يستعيدوا ربما حالة التوازن داخل المجتمع الإسرائيلي الذي يعني متعطش جدا للدماء ومتعطش جدا للقتل ومتعطش جدا أن يرى. ولذلك سمعنا ليس فقط نتنياهو يتحدث عن بين قوسين ما يسمى بالعماليك وقتل العماليك، الذي بمعنى أنهم يريدون أن يقتلوا حتى الحجر والحيوانات وحتى الأطفال وما إلى ذلك. قبل أيام حتى أعادها وزير المالية
سموتريتش عاد نفس المنطق، نفس القضيه، انهم يريدون ان يتخلصوا من كل شيء في قطاع غزه. وهذا لا يدل الا على شيء واحد، انهم فقط يريدون ان يشبعوا عندهم غريزه الانتقام اخي العزيز. لكن ان يكون هناك اهداف سياسيه حقيقيه على الارض يمكن تحقيقها، أنا أرى أنهم بعيدون جدا جدا عن تحقيق أي من أهدافهم السياسية. سأعود إليك بعد قليل أستاذ أديب إذا سمحت لي، أنتقل للأستاذ معتز المسلوخي بعد التحية مرة أخرى. أستاذ معتز، يعني منذ توغل قوات الاحتلال الشرقية رفح يوم الاثنين الماضي اندلعت اشتباكات ما بينها وما بين المقاومة الفلسطينية. طيب السؤال هنا، هل ما زالت المقاومة الفلسطينية قادرة على المواجهة في ظل الدعم الأمريكي العسكري المستمر للكيان الصهيوني؟ نعم، أسعد الله أصدقكم. نعم، ما زالت المقاومة قادرة في كامل جاهزيتها، وربما هذا كان يعني المفاجأة الكبرى للكيان الصهيوني ولكل المراقبين الذين يتربصون بالمقاومة. يعني كان يعتقد الجميع أن المقاومة في رفح ومن خلال عملية التفاوض قدمت بعد المرونة في العملية التفاوضية، فظن الكثيرون ممن يؤيدون الكيان الصهيوني أن المقاومة قد بدأت تضعف أو شيء من هذا القبيل. لكن شفنا عملية اللي ضرب فيها في معبر أبو سالم، وأيضا شفنا ثلاث عمليات بالأمس، وأيضا شفنا صمود المقاومة والاشتباكات اليومية، وأيضا شفنا الفيديوهات التي تبثها المقاومة وكتائب القسام، كلها تدلل على أن المقاومة ما زالت في بأسها، ما زالت قادرة على صد عدوان الصهيوني، وما زالت تقف يعني كأنه اليوم الأول حتى موضوع إطلاق الصواريخ. وهذا يؤكد مجددا أنه يعني نتنياهو يغامر بالحل السياسي، لا كما تفضل ضيفك، لا يوجد ثمة أي أمل. حتى الإدارة الأمريكية لديها صار أصبح قناعة مطلقة أنه هذا الأمر لن يعني تحرير الأسر لن يتم إلا من خلال صفقة تبادل وحل سياسي، وأن هناك، وقد صرح يعني وزير الخارجية بايدن وأيضا الرئيس بايدن عفوا وزير الخارجية أكثر مرة أنه ثمة بدائل أخرى لملاحقة حماس. ونعم المقاومة ما زالت مستمرة، وأيضا الشعب الفلسطيني ما زال مستمرا في صموده وما زال مستمرا في احتضانه المقاومة. وفي الجانب الآخر يعني يرى العالم بأسره استمرار الإبادة الجماعية. أستاذ معتز، هل تعتقد بأن الولايات المتحدة ترغب بعقد مفاوضات لإنهاء الصراع المسلح؟ يعني عندما قبلت حماس بوقف إطلاق النار بالمقترح الذي طرح، لم نرى تجاوبا إسرائيليا، بل بالعكس مثل ما نرى الآن اقتحمت رفح. السؤال هو أنه الولايات المتحدة الطرف المؤثر الضاغط الداعم الرئيس لما يعرف بدولة إسرائيل، طيب هل كانت ترفض هذه الفكرة؟ هل يعني هل كانت سلبية تجاه عملية وقف إطلاق النار؟ هل تريد من إسرائيل أن تتمدد، أن يعني تصفي الفلسطينيين الموجودين في الداخل؟ ما الذي تريده بالضبط؟ نعم، الولايات المتحدة منذ اليوم الأول منذ 8 أكتوبر كان عندها رؤية واضحة وتصريح واضح بأنه قد تستطيع إسرائيل كيسون أن يحقق مصر تكتيكي لكنه سيخطر استراتيجيا. واليوم بعد 7 شهور فاتين بالشهر الثامن نرى فعليا الولايات المتحدة اليوم هي ممكن تكون الجهة المعنية الأولى بإيقاف الحرب، وهذا مرده تداعيات تمرد طلاب الجامعات الأمريكية. هذا التمرد الذي لم يكن في الحسبان والذي بدأ ينتشر أوروبيا، وهذا التمرد الذي يعني وضع الداخل الامريكي في مواجهه اشبه بتكون مواجهه مع التعديل الاول في الدستور. وسمعنا ايضا رئيس مجلس النواب الامريكي وايضا مجلس النواب الامريكي بصدد دراسه قانون لتعديل توسيع تعريف الساميه بحيث تصبح هذه الاحتجاجات مشابهه. في جانب اخر الولايات المتحده تعمل الان كمن يطفئ الحرائق وراء نتنياهو، يعني ما زالت أصداء الرسالة التي أرسلها أعضاء الكونغرس، رسالة التهديد الغير مصدقة حتى الآن غير مسبوقة التي أرسلتها السلطة التشريعية الأمريكية، دولة عضو في مجلس أمن دائم، دولة عظمى، دولة تدعي أنها ترعى الديمقراطية وتحافظ على حقوق الإنسان، يصدر من مشرعيها رسالة تهديد للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، والمدعي العام نفسه أصدر لها استغاثة. إذا الولايات المتحدة لديها أكثر من ملف تريد أن تنهيه فورا، والحل الوحيد لإنهاء هذه الملفات جميعا وخاصة الداخل الأمريكي والاحتجاجات الطلابية التي تزيد يعني مع الوقت هي أصبحت تتزايد، الحل الوحيد هو أن تقف هذه الحرب في غزة ويكون لها يعني حلول أخرى بعكس نتنياهو الذي يرغب في موضوع اجتياح رفح. واختم بتدليل اخر وهو موضوع تجميد صفقه الاسلحه التي ثار لاجلها اللوبي الصهيوني والتي مورست ايضا ضغوط في الداخل الامريكي
لمحاولة التبرير ومحاولة حتى إيجاد مبررات أنه هذا كان مجرد بس تجميد وليس وقت لتصدير الأسلحة. لكن في القريب العاجل أتوقع مع أصداء موضوع يعني أوامر الاعتقال التي ما زالت تتردد في أروقة المحكمة الجنائية الدولية، وإن كنت أستبعد أن تصدر لكن ثمة أوراق كثيرة للضغط على نتنياهو في يد الإدارة الأمريكية تستطيع أن تمارسها، كان آخرها ربما موضوع العضوية، وما زال موضوع الفيتو الأمريكي القادم في مجلس الأمن قد يكون ورقة ضغط ضد بنيامين نتنياهو. أعود إليك بعد قليل أستاذ معتز، بالعودة إلى أستاذ أديب زيادة مرة ثانية. أستاذ أديب، يعني الآن جيش الاحتلال يأمر بتوسعة أو يوسع أوامر إخلاء المناطق السكنية للفلسطينيين في مدينة رفح بعد إلقائه منشورات جوية، آلاف المنشورات الجوية. طيب هي أصلا مدينة مكتظة، يعني أين سيذهب هؤلاء؟ ما هي البدائل التي يمتلكها المحاصرون في الداخل؟ هو حقيقة لا يوجد بدائل، يعني نحن نعلم أن كل قطاع غزة مستباح، كل قطاع غزة هو مكان للضرب ومكان للقصف من قبل هذا المحتل الغاشم، ولا أدل على ذلك من أنه هذه اللحظة الآن ونحن نتحدث الآن هو الآن يعني يقصف في مخيم جبالي الذي يسكنه حوالي 300,000 فلسطيني، لاجئ فلسطيني 300,000، ولذلك يعني في الوقت الذي لا يجد هذا الاحتلال أي قوة يعني تقاوم بما تواجهه دولية، بمعنى لا أمريكا ولا أوروبا ولا دول عربية ولا غيرها، يعني لماذا لا يقوم بالذي يقوم به؟ يعني هو يقتل ويضرب ويفعل ما يشاء حتى في ظل الانتقادات الغربية والانتقادات الأمريكية والانتقادات العربية وغيرها. كل هذا يا أخي العزيز لا يسمن ولا يغني من جوع، لأنه القوي هنا، القوي على الأرض الذي يحاول قدر الإمكان أن ينجز ما لم ينجزه خلال 8 أشهر فيما يتعلق برفح، ربما يضرب الطلقة الأخيرة ومن خلالها يعني يستطيع أن يعود إلى مجتمعه بصورة نصر، طبعا هذا لن يتحقق. ولذلك هو يحاول قدر الإمكان أن يقول الأمريكي بأنه هو يعطي مجال للمدنيين كي يعني يخرجوا من منطقة غزة، من منطقة رفح باتجاه ربما خان يونس أو مناطق أخرى، لا أعرف يعني أين يتوجه الناس، لأنه كما قلت لك لا يوجد منطقة آمنة. والمشكلة أخي العزيز حقيقة هي في الدولة التي تقف على حدود هؤلاء الناس اللي هي الدولة المصرية. نحن نعلم أن إسرائيل دخلت إلى حيث هي الآن، يعني رغم أن في الاتفاقات اللي مبرمة ما بين مصر وما بين إسرائيل، الاتفاقات كانت بشكل واضح تمنع أن يكون هناك على طرفي الحدود أي قوة كبيرة لأي من الطرفين، ولذلك لا يمكن لإسرائيل أن تقوم بالذي قامت به إلا بعد أن أخطرت القوات المصرية والجيش المصري والنظام المصري وأعطوا الضوء الأخضر لذلك. لذلك لماذا يعني ما الذي يمكن أن نقوله للإسرائيليين والصهاينة فيما يفعلون إذا وجدنا في الطرف الآخر عندنا في الجانب العربي والجانب المصري تحديدا من يقفون إلى جانب هذا المحتل، على الأقل بإعطائه الضوء الأخضر أن يقوم بالذي يقوم به دون أن يكون هناك أي تهديد بأنه والله سيكون هناك تأثيرات وانعكاسات خطيرة ربما على اتفاقات كامب ديفيد، ربما تكون هناك انعكاسات على صعيد المواجهة ربما من الجيش المصري. إذا كل هذه البدائل اللي كانت معطلة أخي العزيز، ما الذي يمنع إسرائيل أن تقوم بالتي تقوم به حاليا؟ ولذلك طيب هل يعول الفلسطينيون في الداخل والخارج أستاذ أديب على الضغوط الشعبية التي تمارس في دول عالمية كثيرة، الولايات المتحدة حتى في داخل ما يعرف بدولة إسرائيل في الأراضي المحتلة هناك ضغوطات تمارس من ذوي الأسرى يضغطون على حكومة نتنياهو في سبيل إيقاف هذه الحرب لكي لا يهلك هؤلاء؟ طيب يعني هل من وجهة نظرك أنها ورقة ضغط مؤثرة؟ لا شك أخي العزيز أنها لا شك أبدا أنه الحراك في داخل إسرائيل حاليا من قبل أهالي الأسرى والمتعاطفين معهم له دور كبير جدا في الضغط على، ربما يكون الورقة الأساسية في الضغط على حكومة نتنياهو فيما يتعلق بالعمل ربما على إبرام صفقة معقولة يعني يعيدون بها أسراهم. هذا طبعا بالقطع هي مسألة مهمة ولا بد من المراهنة عليها، ولا بد من الضغط باتجاه توسيعها، ولا بد من تزويد هذه بتعبئة هذه المظاهرات بالمزيد ربما من الفيديوهات ومزيد من التسريبات التي تقوم بها المقاومة كما فعلت اليوم وكما فعلت الأسبوع الماضي.
أما مسألة الحراك على الصعيد الخارجي فنعم الرأي العام الدولي أخي العزيز هو هي يعني ميدان لمعركة أخرى غير المعركة التي تسير على الأرض في قطاع غزة. هناك معركة حقيقة تكون تسير على الأرض في قطاع غزة بالقصف بالنيران بالطائرات وما إلى ذلك وبالمقاومة في المقابل، وهناك على الأرض هناك في أنحاء العالم وتحديدا أوروبا وأمريكا على وجه الخصوص هناك الآن معركة هائلة تقوم على الأرض بين سرديتين، سردية الصهاينة الذين اعتادوا أن تكون روايتهم مقبولة على أي حال، أن تكون مقبولة على أي حال سواء كانت في أوساط النخب طلابية أو مفكرين أو الإعلام وما إلى ذلك. ما وجدناه مؤخرا حقيقة أن الرواية انعكست وأن السردية الفلسطينية آخذة بالتوسع وآخذة بالانتصار، وهناك استطلاعات رأي تؤكد بأن حتى الشارع الأمريكي أخذ ينعكس فيما يتعلق بالحرب، كان في البداية مع الحرب يعني بالباع وبالذراع، الآن يتحدث عن أغلبية في الشارع الأمريكي ترفض الحرب وتقول أن المقاربة التي يقوم بها بايدن تجاه الحرب هي مقاربة خاطئة ولا بد من تعديلها. وأنا أعتقد أن التعويل على الحراك الذي يقوم به الطلاب يعني في مكانه، ولا بد لهذا الحراك أن يتوسع ولا بد لهذا الحراك أن يتمدد حتى ليصل نخب أخرى غير النخب الطلابية. أعود لك بعد لحظات أستاذ أديب إذا سمحت لي فيما تبقى من دقائق نستثمرها مع ضيفي أيضا أستاذ معتز. يعني واشنطن تؤكد أنها ستعارض في مجلس الأمن المقترح أو الطلب لحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة في مجلس الأمن. يعني هل يمكن أن يعرقل هذا الرفض الأمريكي خطوة المفاوضات الهدنة؟ ما تأثيراته المستقبلية فيما لو دخلت الولايات المتحدة كطرف يعرقل حصول فلسطين على عضوية كاملة في مجلس الأمن في الأمم المتحدة؟ يعني الآن تصف نفسها بأنها طرف يسعى إلى حل الأزمة ولكنها أيضا تحاول أن تعرقلها من طرف آخر. نعم، الولايات المتحدة ليست طرفا محايدا وليست وسيطا. الولايات المتحدة حتى في إطار القانون الدولي أنا أصنفها ليست شريك وإنما هي فاعل أساسي لجريمة الإبادة الجماعية. شخصيا أرى أنه إثارة موضوع العضوية الكاملة لفلسطين كان مجرد ورقة أمريكية، والدول العربية نعرف لا تستطيع أن تتحرك في الأمم المتحدة بدون موافقة أمريكية، كانت هذه مجرد ورقة أثرتها الإدارة الأمريكية لممارسة مزيد من الضغط على بنيامين نتنياهو. لكن بلا شك كما كان في 19/4 الفيتو الأمريكي موجود مقابل 12 صوت وامتناع صوتين، هذه المرة أيضا الفيتو الأمريكي موجود، لن تسمح الإدارة الأمريكية نهائيا بقيام دولة فلسطينية لأنه هذا يهدم المشروع الصهيوني ويهدم الرواية ويهدم قانون قومية الدولة اليهودية. أرض إسرائيل ترخي من هي الوطن القومي للشعب اليهودي. هذا في إطار آخر يعني ننظر إلى الدبلوماسية الفلسطينية، بدل أن تذهب إلى إنهاء الإبادة الجماعية والانضمام على الأقل كانت هي الأولى بأن تذهب بدل جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، لكن حتى الآن لم تنضم مجرد انضمام، وأيضا هي ما زالت تمتنع عن إحالة ملف الإبادة الجماعية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتجعل العالم كله ينتظر أن يمن علينا كريم خان بإجراء التحقيقات وأن يباشر التحقيق. هذا كله يدلل على أنه هذه الحركات كلها مجرد تمثيليات في رأي لا قيمة لها. الإدارة القيادة الفلسطينية لو كانت تهتم لشعبها لذهبت في أوراق أكثر قوة، لذهبت إلى تفعيل المادة السادسة في ميثاق الأمم المتحدة وإنهاء عدوية الكيان، وكانت ستحصل على أغلبية كبيرة وإن كان الفيتو الأمريكي حاضر، لكن كانت تستطيع أيضا أن تذهب إلى متحدون من أجل السلام أوراق ضيعتها. فأنا أرى أن الفيتو الأمريكي سيكون صيف آخر على نتنياهو، ولكن في كل الأحوال سيستخدم الفيتو الأمريكي يعني في الجلسة القادمة، وهم كانوا واضحين في هذا الأمر. وبالمناسبة في جانب قانوني أيضا ممكن كثيرون لا يعلمون، فلسطين ليست بحاجة إلى قرار من مجلس الأمن لإثبات عضويتها. فلسطين هي عضو الآن في الجمعية العامة وفي الأمم المتحدة بحكم القرار 181، لكن البناء القانوني الذي ذهبوا إليه حتى في 2012 موضوع ترقية دولة غير عضو هو بإملاءات أمريكية. صحيح القانون يفرض أنه فلسطين هي دولة عضو، ومشكلتها الرئيسية الآن ليست في إعلان عضويتها الكاملة وإن كان هذا إنجاز سياسي، طيب. مشكلتها في إنهاء الاحتلال، والواقع الآن يفرض إنهاء الإبادة الجماعية. أستاذ معتز، السؤال في دقيقة لو سمحت إذا استطعت اختصار الإجابة. يعني تحدثت مع أستاذ أديب قبل لحظات عن الضغوطات التي تمارس في العالم من قبل المجتمعات في الدول التي ترفض
كشعوب ترفض هذه الحرب وهذه المجازر. فلسطيني والخارج هل يمثلون نوعا من أنواع الضغوط التي تمارس على الحكومات التي يتواجدون فيها، الدول التي يتواجدون فيها، في سبيل يعني هل تعولون أصلا على هذه الضغوط التي تمارس من الشعوب ومن الفلسطيني الخارج بشكل أخص؟ بلا شك، ليس الفلسطينية الخارج فقط وإنما أيضا العرب والمسلمين. يعني شعار أو الشعارات التي ترفع في الجامعات الأمريكية من النيل من النهر للبحر، هذا شعار فلسطيني، بعرف كل فلسطيني من المي للمي. إذا الفلسطينيين والعرب هم من بدأوا بهذه، أو هم من يعني منذ سنوات وهم يحركون المجتمع الغربي في ظل أدوات كانت محدودة. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت، نعم نعول كثيرا على الحراك في الشوارع الغربية وتحديدا في الشارع الأمريكي، حتى الاحتجاجات الطلابية الآن تذهب باتجاه التوسع باتجاه أيضا فرض الضغوط على إدارة بايدن على الأقل في وقف أو تقييد تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ معتز المسلوخي رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، كنت معنا عبر سكايب من قطر. أستاذ أديب، فيما تبقى من وقت دقيقة ربما أكو، المقاومة الفلسطينية قصفت بئر السبع لأول مرة منذ 6 أشهر، وهذا الأمر أدى إلى مقتل 4 إسرائيليين. ما دلالات توقيت هذا الهجوم برأيك، وهل له انعكاسات أو هل له تأثيرات على سير المعركة؟ بالضرورة أن يكون له تأثير، لأنه يعني تحدث كما قلت عن مسألة، الآن الحديث عن مسألة مفاوضات ومن له الكلمة العليا في المفاوضات. الصهاينة يحاولون أن يعلوا من وتيرة القتل والقصف، والمقاومة تقول لهم أني موجود، يعني ما زلت أنا موجود بعد 7 أشهر، والآن في الشهر 8 لا زالت قادرة أن تطلق الصواريخ وأن تقاوم وأن تقاتل وأن تقاتل بكل قوة وبكل شراسة، والأمس كان مثال على ذلك. ولذلك أعتقد أن المقاومة ما زالت في عافيتها وما زالت في صحتها، والدليل على ذلك أن الآن يتحدثون عن العودة إلى شمال قطاع غزة، مع أنه في شهر 1 يا أخي العزيز هناك تصريحات لوزير الدفاع الصهيوني يتحدث عن أنه تم القضاء على كتائب حركة حماس في شمال قطاع غزة، وتم تفكيك حركة حماس في قطاع غزة أو في شمال قطاع غزة تحديدا. ولذلك واليوم يعودون بعد 8 أشهر إلى الشمال ويتحدثون عن أنه نحن بصدد الآن القضاء على وتفكيك تفكيك بمفكك. ولذلك نتوجه بالقصف نحو بيوت وخلايا وما إلى ذلك. لذلك أعتقد أنه يا أخي العزيز أنه المقاومة مستمرة والمقاومة في صحتها وفي عافيتها، ويعني ستتفاقم وستزداد قوتها وتيرتها مع الأيام القادمة، لا سيما إذا ازداد أيضا إذا توسعت أكثر في منطقة رفح تحديدا، أعتقد أنها ستزداد الشراسة في المقاومة أكثر فأكثر. شكرا لك أستاذ أديب زيادة الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من العاصمة القطرية الدوحة.